يبدو أن ظاهرة نزوح اللاجئين الأفارقة ليست في طريقها للحل، وأعداد النازحين ليس أيضاً في طريقه للانخفاض. فهنا بالعاصمة وتحديداً بجسر قسنطينة مدينة كاملة أفريكا تاون بصدد التأسيس والتشكيل، في صورة تعكس تفاقم واتساع مشكل اللاجئين الأفارقة في الجزائر. اتخذ هؤلاء اللاجئين هذا المكان تحت جسر قسنطينة بالتحديد للتجمع والسكن وحتى التجارة. جي الجزائر هذه كيف جي سيارة إليكس؟ ايوه إليكس، ايوه كلمة إليكس في طريق براج، ايوه تهودون. مع من دخلت؟ محمد يوسف. Parce que le Sahara, si tu as trouvé les bandits, c'est le problème. Si tu n'as pas trouvé les bandits, quand même, alhamdulillah. De Sahara jusqu'à ici, à peu près 2 millions, ça y est. 2 millions, ça y est. ولأن أغلب النازحين هنا من المسلمين النيجيريين، فهم يحضرون طعامهم من أجل الإفطار لرمضان، وحتى المصلى جاهز لأداء صلاة التراويح. في جماعة، في ماكرونة، في دجاج، في جيتوك، في كل شيء جماعة. من يشتري عندكم من هنا؟ من؟ نيجيري. كل نيجيري. كل جماعة هذه قاعد نيجيري كلها. كل مسلم 10 ركعات كل يوم، أنا مسلم. على قدر اهتمام الجزائر بهذه الفئة ومراعاتها للجانب الإنساني لهؤلاء، يبقى هذا العدد الكبير للنازحين الأفارقة واتخاذهم لمناطق عبور من أجل تشكيل أفريكا تاون يطرح مشكلا جديا حول مستقبل هذه الفئة من اللاجئين في الجزائر.